صار كثير يخصني ويهمني. فتحت معاه الموضوع، قال يلا. طبعا جالس الأستاذ ناصر، هذا كله تعديل. جيت أنا قلت له بركان أقدر أكلمك؟ إي تفضل يا أبوي. قلت بركان مشهد كذا كذا كذا، ما أعرف يعني 3 صفحات. أنا ما عندي مشكلة، أنا حافظ المشهد، بس قلت عشان يلم لي المشهد ويطلع يعني نشتغل عليه. أي قال وين؟ وأعطيه المشهد. إي لا زي ما هو يا ريم، احفظي يا ريم. هلا أبوي. أيوة المهم قلت له أبو بركان أنا ما عندي مشكلة حافظة، بس أنه هذا هو يعني أنت مقتنع في هذا المشهد؟ أنا مقتنع فيه، بس أبغى أي ردة فعل على هذا المشهد 3 صفحات يعني، وشايلة همه. نعم يا أبوي. إي بارك الله فيك، هذا هو المشهد كله. لا ترى تقلد أكثر بس أدري ما يعني أنت فاجأتني بصراحة بالتقليد، ما أحسب حسابي اليوم. لا تقلدين زين بس.